السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة حوارات. طبعا كلكم شفتوا المقلب اللي حسن عمله فيا قدامي من اول حبيبي. يا يعني والله عارفك مقلب. اصحى محمد. ده ما حسش كل شهر ده شكله ما حسش. ايه ده؟ امسك وات از ذس. النهارده ان شاء الله اخيرا هنتقم منك يا حسن. النهارده ان شاء الله انا هنتقم من حسن واخد حق منه تالت ومتلت. بس هنا في فرق بقى، لما الاستاذ يقف ويتكلم التلميذ يقعد. النهارده ان شاء الله هنعمل الملف في حسن بس بذكاء. الشغل عافيه. هو اداني منوم وكان ممكن يموتني فيها. اداني منوم وكان ما يعرفش اضراره ايه. اداني منوم وبهدلني وطلع عينيا. لكن النهارده بقى انا هفرجكم ازاي هاخد حق من حسن بكل ذكاء، وكمان هسيبه ينيم لنفسه. النهارده ان شاء الله شوف انا هحط الحسن ايه في الاكل. هحط له حاجه في الاكل وهو بياكل وهخليه يخسر بسببها، وهغلبه طبعا لانه مش هيعرف ياكل، وهعمل معاه جلاش وبكامل ارادته وبكامل قوى العقليه. مش هحرق لكم المقلب، بس كل اللي انا عايز اعرفه لكم، كل اللي انا عايزكم تفهموه، ان انا هاخد حقي من حسن النهارده. واستعد قوتي وارادتي. تنساش تضغط لايك للمقلب لو عجبك، تنساش تعمل سبسكرايب للقناه علشان نكبر ونبقى قد الدنيا بيكم. انتظروا بقى لما حسن يجي ونثبت الكاميرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناه حوارات. عاملين النهارده تحدي الكبده السبايسي جدا. النهارده التحدي جامد 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 من الاخر، من العارف تقيل. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش هطول عليكم في المقدمه عشان خاطر ايه، نخش في التحدي على طول. النهارده التحدي ان شاء الله يعجبكم، تحدي حلو. جايبين كبده حاره جدا، ان شاء الله التحدي يعجبكم. ما تنساش لو انت اول مره تتفرج علينا او بتتابعنا بس مش مشترك في القناه، تنزل تشترك في القناه. عايزين الاحمر، عايزين نتفق بعد ما تفعلوا الجرس وتدوسوا اللايك والحاجات اللي حسن كان بيقولها. انا اسف بعد قطع كلامك. ماشي، العقاب هيكون شديد. ماشي، تحدي صعب. ماشي موافق. قد التحدي؟ قد التحدي. قد سلام. ما كنتش قد ليه يعني؟ فاكرين ان انا مش قد؟ لا قد. طب وانا على اكونت الانستجرام عشان كل الصور اللي بنزلها هناك قولوا رايكم فيها. كله ينزل تحت دلوقتي واكتب محمد بطل بطل بطل، وهياخد حقه من حسن تالت ومتلت. هنشوف بكل عقاب عمله فيه قبل كده. هنشوف. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا معايا احسن ناس في الدنيا. بسم الله. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي. لا مولع، حرامي زالي قوي. مولع قوي. ايه ده؟ الدبس بيزود الشطة. ايه ده؟ ممكن شيء الدرجات ايه ده؟ لا حرامي حرامي قوي. لا ايه ده؟ ملا انت خلاص اتنين ايه ده؟ يا ابني انا بطل. مش قادر اكلها. تنسحب؟ تنسحب؟ لا ما تتاكلش، ما تتاكلش كده. بص عينيها احمرت ازاي؟ بص عينيها احمرت ازاي؟ مش قادر. ده عمرها ده مستحيل تتاكل كده. بلع بلع بسلط. لا بص طعمها جميل. طعمها كده طعمها حلو بس الشطة كتير، الشطة كتير. انا حاسس ان انا عايز اهرش في لساني. انت نايتي قوي كده يا عم. يا عم نايتي ايه يا عم؟ انا الصبح يا عم شاور. لا مش قادر. انا خلاص سرت. منسحب؟ انت نايتي. لا والله شطه كتير قوي ما تتاكلش.
هلم وروح للعقاب. قول لهم هلم وروح للعقاب. هلم تاني ونرجع للعقاب. استنونا ورجعنا تاني للعقاب، والعقاب النهارده بتاعنا ان شاء الله يكون خفيف ولطيف ولذيذ وطعم ومسكر. النهارده العقاب بتاعك هيكون ايه؟ حسن انا جايب له احبال. طبعا انت فاكر نفس اللي طبعا فاكر ده، بس انا اجدع منك. انا عايزكم كلكم تقولوا محمد اجدع منك. ليه محمد اجدع منك؟ عشان اخويا الكبير. طبعا لا، مش عشان اخوك الكبير، عشان انت خسران. قولوا له خسران انت دلوقتي. والله 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 كده كانت حرقه جدا، انا مش قادر. هتضرب لو فكيت نفسك، انا هربطك. لو فكيت نفسك مفيش عقاب، لو ما فكيتش نفسك هحملك الشارع بالبوكس. بس ماليش وقت ولا ليا وقت. براحتك يا رب تقعد ساعه يا عم. ماشي. انا هبقى جاري الحته اللي انت ايه هتفك فيها نفسك. ماشي هفوق اربطك ربطه خفيفه. ماشي بس معايا الوقت اللي احتاجه يا باشا. باشا معاك لحد بعد بكره. هتربط ايدي الاثنين ورجلي. مش عايزين نرغي كتير. نايم بس ما تقعدش. مش انت قلت له يا خسران؟ قول له يا رغاي. ما تقعدش الربطه يعني تبرع عشان تتفاهم. مش طيب عليك، هظبطك. نام بس يا حبيبي، انا عايزك تنام وتستقر. حاضر. اديني ايديك. اديني ايديك. لا نساء. انت كنت عملت معايا كده. لعتني الساعه. محمد عايزين مش ده كاب. يحيى عايزين جزء من الاهانه. حط لهم شمع واقول له عشان ما تعملش حمام على نفسك. عيني. لا عشان لو عمل حمامين السرير وكده. ايوه صح. استنى قبل ما تربط. قبل ما ارد بتوجع قوي. بس عشان ما تعملش بتبيع على نفسك. يا مش عارف. مش لازم. ممكن يطول وما يعرفش يفك نفسه فيبقى عايز يعمل. لا عادي. بس عشان انا اجدع منه بقى هربطه بالراحه. يحيى بيصور بس. يحيى بيصور بس. مش كده. ايه وجعتني. والله جامده مني يا عم. انا بعرف اربط. انا هستخدم سناني اصلا. هفك بيه. يا باشا ماشي. انت بتشد كابوسه. فاكر الرابطه دي يا حسن؟ فاكرها. فاكر الرابطه دي يا محمد؟ فاكرها والله يا ابني. انا بقى مش فاكر. افكرك بس ومش عايز افتكر. هو انا كده لما انا مش عارف لو اروح لايدي دي ولا اعرف اروح لايدي. حسن لكش دعوه بيا. ما تسيبني صرح انا يا اسطى. يا عم بقول ايه؟ اصرح انا. صح انت؟ بس انا كنت مشترك معاه في الجريمه الاولانيه. عايز ايه؟ فخلينا مشترك معاك انت في الجريمه الثانيه. عايزين نسرقه عشان تاخونا. هتقدر تحت الحساب ولا ايه؟ استنى لو تعمل حاجه. عايزك تقعد في الحته دي كده وهعمل عليك فوكس وقول بقى. وجاء وقت الانتقام. استنى مش كده من الاول. ترايا جه وحان وقت الانتقام. بتعمل ايه؟ ده انا على اللعب. مش عارف ارد. هتصرح ولا صرح انا؟ صرح. اقسم بالله انا كنت حاطط لك شطه ومش عادت ليا شطه. كنت عايز لك شطه كتير والله. جبت كميه شطه وحطيتها لك في السندوتشات. هتدلعك. هتدلعك. فايه ده؟ عارف ده ايه؟ لا مش هيم. عارف ده ايه؟ مش هيم. عارف ده ايه؟ لا. ده ابو ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ لا مش بيض. لا بيض. ده كيس. وجواه. طب ده ايه؟ لا. ده ايه؟ لا ما لو ما عرفت لو ما جاوبتش حاجه من ثلاثه. من واحد لثلاثه. ده ايه؟ واحد. اثنين. واكس. لا كيس. ده ايه؟ كيس. جواه واكس. بيان رقم 29. لا انت فاكر النومه دي؟ يا انت وقعت الفني؟ لا انت فاكر انا مع الحق. طب انت ما ينفعش. طب انت كده المفروض انت ما كسبتش التحدي. انت خميت كده. انت فاكر النومه دي ولا مش فاكر؟ انت كنت خميت في التحدي. واحده شمال. لا 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 لا, لا. واحده يمين. بس بتبقى مهينه قوي يا محمد لما يكون صاحب شاهد. بس ايه رايك؟ طب على اللي انت كنت نايم. هو اداني منوم. انت انا اديتك منوم؟ لا عشان راجل. عشان انا ايه؟ راجل. انا ايه؟ وداني بوكيه. انا ايه؟ وداني بوكيه. انا ايه؟ راجل. وانت ايه؟ عيل. انت حسن فرخه. انا قلت عيل بقى فوق. انت فرخه. انت لابس هدوم كتير ليه كده؟ الجو ساقع. لا لا باين رجله؟ ابينها لك. يا لهوي يا لعب لازم النهارده.
تخسر في التحدي ليه؟ هتحب تخسر ليه؟ ما انت عشان خم ايه؟ ما هو كده مش عادي. ما هو المقلب ما هو مش تحدي. ما انت معرفتنيش. ما انا نايمك هنا ازاي وانا اديك وانا مغفل زيك يا مغفل. هو انا مغفل عشان اديك منوم وامرضك. لا 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 عايزها؟ ايه ده هي كانت تلزمك في حاجه؟ حواجب سر علاقتي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض الله هلع الفلين الله هلع الفلين ايه ده؟ ياما 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 مش عارف اضحك. محمد ايه؟ بتوجع. محمد ايه؟ بطل 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 لو قدامي حواجبي من الحواجب. ايه ده؟ محمد ايه؟ مش انت من هنا مرة؟ ما انا لما خلص الوكس كله احنا فلوسنا كتير انا بصرف على المقالب بتاعتي انا بصرف على المقالب بجيب كبدة وبكلم ده انا جايب شطة ده انا جايب شطة سوداني. ايه ده يا حبار؟ ايه ده؟ انا بغير من جسمي. انا جسمي بغير. بتغير من ايه؟ من هنا؟ بتغير من ايه؟ باقي محمد ايه؟ بطل 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 خلاص بقى محمد خلاص انا هسلمك نضيق هسلمهولك نضيق شنوي 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 اه صدق عشان ما يتكلمش شنوي 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 تغير الكل ده ايه؟ ده تبعك يعني اللي جوه اللي اتكسرت يعني القرف يا معلم. بص يا عم استنى بس استنى بس ده ايه؟ بيض ايش ده؟ قلت لك قش جاي مع البيض ده ايه؟ ده ايه؟ ايه ده؟ اعمل زوم ايه بسرعه يلا ايه؟ اعمل زوم على القش اللي جاي مع البيض. ايه ده؟ هو حسن جرى له ايه؟ حسن جرى له ايه؟ استنى استنى ما نفوقه من الوحده. نفوقه نفوقه اعمل فوكس يا يحيى والله حرام. انا هسلمك نظيف. بقي بقي تديني منوم؟ احطه في بقي تديني منوم؟ والله اسف. محمد ايه؟ بطل. لا لا حواجبي حواجبي ما تديش لي حواجبي بتتشال. لا بروح سيبها 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 ما تشيلهاش. محمد ايه؟ طب محمد ايه؟ محمد ايه؟ محمد ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ هو اللي طلع ده؟ دقني. هو اللي انا شايفه ده صح؟ دقني. هو اللي شايفه ده صح؟ ايه ده؟ هو اللي شايفه حقيقي يا يحيى؟ يحيى بحاول حقيقي للاسف يا وحش راجع الفيديو وبشوف. على فكره كده كتير انت اصلا انت خامل في التحدي ما ينفعش. ما مش تحدي انت مغفل انت لسه فاكر ان ده تحدي ده عبيط ده ولا ايه؟ انت عبيط. لا 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 ايه ده؟ يا نهار ابيض هو ده بجد؟ هو ده بجد يا يحيى؟ مش هعديها لك. اعمل مقلب فيك يا محمد. هتعمل ايه؟ محمد ايه؟ محمد ايه؟ بطل مش هعمل حاجة. هتعمل حاجة مش هعمل حاجة مش هعمل تاني يا عم عيل وغلط. ده لسه بيض. هو ايه ده؟ زياد قلنا قش جاي مع البيض. قلنا قش انت ما بتفهمش. ده ايه؟ ده ايه؟ هاكل كنت تاني. ده ايه؟ ده ايه؟ يا لهوي يا لهوي ده ايه؟
معيش بيض تاني والوكس خلص. حظك حلو. محمد ايه؟ محمد ايه؟ محمد ايه؟ وبيقول ايه؟ محمد ايه؟ محمد ايه؟ ده بيشتي، ده بيشتي مش انا حاسس. محمد ايه؟ محمد ايه؟ وبكده يا رب يكون النهارده المقلب بتاع النهارده عجبكم. وحسن طبعا عملت معاه جلاشه، بس انا طبعا ايه نايمته بمزاجه بكامل ارادته وسبته يربط نفسه بنفسه، عشان انا يوم ما تفكر تنشل لازم تصيب. ليه يديني منوم؟ ليه يسبب لي ان انا ممكن لا قدر الله يجرى لي حاجه؟ كنت قادر اديله منوم، كنت قادر احط له سم فلان في الاكل على فكره، بس عشان انا بحب اعمل مقلب بدماغي مش شغل عافيه. هو او انت او انت طب مش فاكك بقى، لو فكيت نفسك مش عاجبك، لو فكيت نفسك مش عاجبك ثانيا ما تنسوش تضغط لايك واشتراك للقناه، وقولوا روح اسمعك ربنا بقى. فك نفسك يا زفر يا زفر. ايه السفاره دي كلها؟ ايه السفاره دي كلها؟ احنا نسيبه كده اسبوع بقى. هدي فاهم يقول لي وين يا جماعه. سلام، متنسوش تضغطوا لايك كتير كتير كتير، محدش يزعل من اللي انا عملته ده. رد فعل للي عمله فيا كان هيموتني على فكره. انا تعبت جدا في اليوم دوت وجالي حرنكشات. ما تعملش زوم قوي يعني عشان كده، عشان ما بحبش الزوم بصراحه. اضغطوا لايك في الفيديو، قول لهم سلام يا حسن. قول لهم سلام، قول لهم سلام. خش على حساب الانستجرام وبعتوا لي صورة على حساب الانستجرام، خد سكرين شوت.